اقرأ من قوله تعالى في أول سورة الشعراء. بسم الله الرحمن الرحيم. طاسيم ميم. تلك آيات الكتاب المبين. لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين. إن نشأ ننزل عليهم من السماء آية فظلت أعناقهم لها خاضعين. وما يأتيهم من ذكر من الرحمن محدث إلا كانوا عنه معرضين. حسبك. الله. سأل سائل بعذاب واقع. للكافرين ليس له دافع. من الله ذي المعارج. تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة. فاصبر صبرا جميلا إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا. حسبك. صدق الله العظيم.